بس جميل يا كابتن ايمن، ربطت بين حضرتك وبين مروان محسن، لانه الحقيقه حاله من الاستعجال وحاله. وبعدين زمان احنا كنا على قد اهرام اخبار جمهوريه كره وملاعب مثلا، بالظبط كده كابتن. لكن دلوقتي كل واحد عنده شعبيه جماهيريه، عنده قناه، يعني التويتر بقى قناه، الفيسبوك بقى قناه، وتلاقي كله بيتكلم، كله بيتكلم وكله متفق، كانه بالظبط متفقين، مع احترام الكامل للسوشيال ميديا والصحافه والاعلام والفيسبوك وكل ده والجماهير وكله. طبعا احترامنا الكامل ليهم. بس يا كابتن شوبير برضو ايه، لو عندك اصرار وايمان بالله وعندك ثقه في نفسك، كابتن مروان محسن ولا ده كله، لكن انت جوه غرست في نفسك جوه حته انك قوي وهتقدر تعدي المرحله دي، هتعديها كابتن شوبير. بس الناس هرياها يا كابتن ايمن، يعني بشكل يعني زمان حضرتك، احنا كنا بيني وبينك كنا بنجري نجيب الجرايد او المجلات، ولما طلعت الاهرام الرياضي واخبار الرياضه كانوا اضافه كان قويه جدا. جميل بيني وبينك كنا برضو بنترعش لما بنتشتم او بنتهاجم، فبالك بقى كل واحد عنده تويتر، كل واحد عنده فيسبوك، وكل واحد مش عارف عنده صفحه، وكل واحد عنده أنا لو يوتيوب. ما ده حضرتك برضو بتتكلم في نقطه كويسه جدا. بس هل انا هفضل هرد عليهم ولا هفضل اسمع وافضل نفسيا اتاثر؟ لا ده بالعكس، انت لازم تكون قوي. أيوه. قوي انك تقوم نفسك وتطلع نفسك ان انت تركز جوه ال 18 ده، وزي ما الكوره جايه لك يبقى الناس تقول حتى عملت اللي عليك. قلتوشها، ما لازم تثق في نفسك ولازم تطمع. كان اسماعيل يوسف يجي يقول لي بعد ما ربنا كرمني بقى، ده ايمن خلاص بيحلف 100 طلقه انه لو عمل الكره لجوه كده يبقى هيشوط، زي موضوع السوبر ده كده. ايوه. فاسماعيل يوسف كان يموتنا على روحي من الضحك في الموضوع ده. فطبعا حاجه زي كده يعني بتديك ثقه، وبتديك زي نقول دلوقتي لعيبه نادي الزمالك، نعم، ما بيهدفوش يا كابتن شوبير. هل مش اللعيبه دي اللي اسعدت برضو جمهور نادي الزمالك طبعا في الفتره اللي قبل ديت وجابت لهم بطولات؟ مظبوط. نيجي دلوقتي نقول لا اللعيبه دي ما تصلحش، واللعيبه دي هجوم ضريع يا اخي، هجوم كان بالظبط اللعيبه ديت عايزين يهدوا اللعيبه دي. لا ده اللعيبه دي برضو فرحت قاعده كبيره جدا من جمهور نادي الزمالك. صحيح. واللي هم بيمثلوا مصر في مباراه الترجي، يعني سواء اهلي او زمالك بيمثلوا مصر دلوقتي. فاحنا عايزين الدعم الايجابي مش الدعم السلبي، وخاصه في البطولات.